السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا نداء استغاثة لإخواننا المغتربين أبناء اليمن في جدة. أرجو أن يقوم أحدكم بشراء وجبات غداء والذهاب إلى مطار جدة لإحضار وجبة غداء للاعبين منتخبنا بعثة منتخبنا الوطني الناشئين. من أمس بالليل يسافروا من كان مكان جواع، حالة ما فيهم حالة في المطار، بتحصلوهم مقدرين في الصالة كذا مبطحين في الأرض. أرجو أن تأخذوا لهم وجبة غداء وتقولوا لهم هذه من نصر لحجي لو سمحتوا. تمام. أي حد منكم، لا مش كلكم تروحون، لا عاد تفضحونا عند الناس. واحد بس يروح يأخذ وجبة غداء ونقول لهم هذه مرسلة من نصر لحجي، الله يحفظكم. والباقي بعدين سهل. بالنسبة لل طبعا أنا أحب أن أذكركم بأيام زمان منتخبنا، فضائح منتخبنا الوطني زمان غير فضائح منتخبنا الآن. زمان كان لما ما يحصلوش حاجة، زمان أيام عبد الرحمن سعيد وسالم سعيد وجمال خوربي شرف محفوظ خالد العفارة وقدان شاذلي محمد حسن أبو علاء الله يرحمه عارف عبد الرفة وعلى الغالق أمين السنيني. هذا زمان لما يفضحوا كانوا بس باحترام، ما يفضحون عشان الناس يتشاوروا بالما جمع التذاكر. عصام دريبان الله يذكره بالخير الهداف الدولي حقنا كان يقدمها، يقول شوفوا بقدمكم انا حق التذاكر بعدين وصل صراحه حاسبونا مسؤولين كنا. اما الان فضايح الله يفضحكم داخل المطار مقدرين من امس منتخب غادر، يعني امس بالليل من باص لا باص مطار لا مطار، الان صور فضيحه مبطحين في ارصفه صالات المطار. نصر اللحجي والله المستعان، وودوا غداء لمنتخبنا.